هل بالفعل الاعلام النصراوي هو المسيطر الان مثل ما قال الاستاذ عدنان والله بالذات انا اقول الاعلام الفضائي النصراوي هو صاحب الهيمنه الان على الـ على الاعلام الفضائي نعم اللون لون اللون الاعلام الفضائي الان لون اصفر نصراوي صحيح والصحف وسائل مواقع التواصل الاجتماعي متنوعه الجميع فيها الميدان مفتوح للجميع وسائل التواصل الاجتماعي هذه ترى يعني ما فيها ما فيها بوابات كل مم. كل كل يدخل كل الجماهير لكن البرامج الفضائيه سيطره نصراويه واضح ان نعم واضح ان فيها فيها شبه ما اقول كامله ولكن فيها شبه سيطرة. اغلبيه نصراويه صوا طيب ما تشوف انها رده فعل طبيعيه للنتائج الايجابيه انا اقول ترى ما هو باتهام ذا عادي ما ما ي... ما يعني ردة فعل طبيعية ولا هو م... 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 ولا هو ردة فعل انعكاس لأرض الواقع ولا هو فعل لا أنا أقول إنه هذا ممكن عمل نصراوي منظم معين ولكن أنا أقول ما هو اتهام إني أتهم النصراويين م. يعني لما نقول الفضاء نصراوي وكذا كذا ترى ما هو ما هو شيء سيء أتهم فيه النصراويين هذا ما ما هو شيء سيء ولا يعيب النصر ولا يلحق ضرر في النصر ولا هو بشيء معيب لما أقول إن النصراويين إني, أني اتهمت النصر ما ما في اتهام م. ما في اتهام هذا شيء يعني ان اجادت هذه البرامج وقدمت شيء جيد فهذا يحسب لها وان اساءت يحسب عليها. عمل منظم من اي ناحيه استاذ عبد العزيز؟ يعني الـ انه الـ مثلا انه فيه انه النصر يكون له صوت في الفضاء في البرامج الفضائيه وانه يعني اصبحت اغلب البرامج يعني تدار من قبل يعني ذوي الميول النصراويه.